معانا اليوم غرفة مضخات فيها 3 مضخات، مضخة جوكي، المضخة الديزل، والمضخة الكهرباء. هنشرح اليوم طريقة التشغيل ال3 مضخات، هنشرح الكنترولات دي، كنترول الديزل وكنترول مضخة الكهرباء والكنترول بتاع الجوكي. نبدأ بالجوكي. الجوكي كنترول بسيط، في مفتاح كده موقف المضخة، كده هتشغلها اوتو، كده هتشتغل يدوي، تمام. الكنترول من جوا بسيط، يعني ما فيهوش الا كونكتر. الكونكتر ده بيشتغل عن طريق البريشر سويتش. البريشر سويتش ده بيشتغل عن طريق ضغط المياه، بيقفل الدائرة وبيفتحها، بيعمل الطريقة دي كده. يعني انا لو شغلت يدوي، تمام، كده بيشتغل الكونكتر بتاع الكنترول ده. الكنترول المضخة الكهرباء، هنا بيقول لك الضغط بتاع الشبكة 128 او 130 بسكال. لو حبيت تحول من البسكال للبار بتضرب في 0.068، تمام، هدي لك الضغط بالبار. عندك هنا المفتاح، كده طفيت الكنترول، كده شغلت. ممكن انك انت تختبر عن طريق الزرار ده ستارت، وتوقف عن طريق الزرار ده. نفس النظام هنا في المضخة الديزل، كنترول المضخة الديزل، الضغط موجود هنا، جايب لك بالبسكال 120 بسكال، ده الضغط الفعلي، والمضخة بتشتغل عند 20 بسكال، يعني تقريبا بار ونص. هنا عندك مفتاح كده الاوف، كده بتشتغل اوتوماتيك، تمام، عن طريق ضغط المية، كده بتشتغل مانوال. كده لو حبيت تشغل تضغط على الزرار ده، تبتدي المضخة عندك تشتغل. هنشغل حاليا، نقطة كده مهمة، ايه المحابس دي كلها والرددات، يعني ترتيبها ازاي، كيف الخط رايح فين وجاي منين. عندك اي مضخة او مجموعة مضخات بيبقى يكون فيها خط سحب، خط السحب ده اللي هو ده، تمام، بيكون واخد من التانك، تانك المية، تمام، ده مصفاية، وبعد كده خط السحب ده. بعد خط السحب يكون في كل مضخة قدامها محبس، كل مضخة قدامها محبس جيت فالف. هذه المضخة الجوكي قدامها محبس، تمام، مضخة ديزل قدامها محبس، المضخة الكهرباء قدامها محبس. لأن لو حبيت تفك المضخات وتعمل صيانة هتبتدي تقفل المحابس. بعد كده حاجة اسمها الفليكسبل اللي هو منع الاهتزاز، كل مضخة بيكون في واحدة، هذه الجوكي، المضخة الديزل، تمام، وهذا المضخة الكهرباء. ده كده المجموعة دي في خط السحب، محبس فليكسبل. بعد كده الخط بتاعك هيدخل على المضخة، تمام، يعني المضخة الديزل كده الخط راح عليه. الخط اللي فوق ده اسمه خط الدفع، او خط دفع المياه، خط دفع المياه كده الصورة كاملة. بيكون اهم نقطة فيه الرداد ده، فليكسبل، منع الاهتزاز، وبعد كده الرداد. فائدة الرداد ده انه فوق هنا بيكون في ضغط الشبكة، بيكون في ضغط الشبكة مثلا 10 بار 20 بار ايا يكن،
ضغط الشبكة. فايدة الرداد ده انه المية دي ما ترجعش تاني تخش على المضخة وبعد كده ترجع على التانك. يعني لو الرداد ده في مشكلة هتلقى الساعة عندك او الضغط بيقل، الساعة عندك او الضغط بيقل. بعد كده المحبس لو حبيت تعزل ضغط الشبكة عن المضخة تكفي المحبس تعمل الصيانة في اي حتة في المضخة. عندك المضخة الديزل، لو انت بتعمل الصيانة المضخة الديزل ما اشتغلش معك، اول حاجة تفكر فيها البطاريات، ممكن الفولت بتاعهم ضعيف والتانك الديزل ممكن يكون فاضي. اول حاجة تفكر فيها في التانك والبطاريات، وبعد كده تشوف. كل مضخة بيكون فيها بريشر سويتش، هو ده اللي بيشغل بيقفل دائرة الكهرباء في الكنترول وخلي المضخة بتشتغل عن طريق ضغط المية. فين البريشر ده؟ على سبيل المثال هذا عند المضخة الجوكي، ده البريشر بتاعها. لو فكيت البريشر ده هتلقى عندك 2 مسمار دول، تمام؟ دول من خلالهم تقدر تحدد ضغط المضخة عندك بتشتغل على كم بار وبتفصل على كام بار، انك تربط وتفك على المسمارين دول. وادي الكهرباء بتاعت البريشر اللي هي بتقفل الدائره، تمام؟ الكهرباء دي متوصله لفين؟ للكنترول المضخه. مضخات كهرباء او الديزل بيكون البريشر سويتش بتاعها داخل المضخه نفسها. نحن فتحنا الكنترول هنلقى في بايب متوصل لحائط الكنترول، وهنا في الداخل في اللي هو الحساس او البريشر سويتش اللي عند خلاله بتشغل ايه المضخه. ده شكل الكنترول بتاع المضخه الكهرباء من الداخل، نفس فكره المضخه الجوكي. كونكترات، وهذه المضخه الديزل فيها البايب متوصل لحائط داخل المضخه، نفس الفكره. عندك المضخه الجوكي بتشتغل وبتفصل اوتوماتيك، يعني لو خليتها على الوضع كوتو لو قلت ضغط الميه، لو عندك ضغط الميه قل المضخه تشتغل وبعد كده بتفصل اوتوماتيك. اما المضخات الديزل او الكهرباء هنا ممنوع تفصل اوتوماتيك، تشتغل اوتوماتيك بس ممنوع تفصل اوتوماتيك. هنا حاجة اسمها السايميز، القطعة دي اسمها السايميز. في حالة ان التانك بتاع غرفة المضخات خلص تبتدي إدارة المطافي او عربية المطافي تضغط مية هنا، تضغط مية هنا عشان تغذي الشبكة في حالة حدوث حريق. هنا طبعا الرداد، سهم الرداد في الاتجاه ده يعني يسمح بدخول المية ويمنع خروج المياه.